سيد كاظم انتقل لرحمة ربنا، وقبل دفن الفقيد منطلب من كل معارفه شغلتين، وهن حسن الشهادة وانكم تسامحوه. المرحوم يا جماعة كنتوا تعرفوه منيح لما كان عايش بيناتكم وبصحته الكاملة؟ كنا منيح. بتشهدوا انه المتوفى اللي امامكم كان انسان مسلم ومؤمن وموحد؟ نشهد. بتسامحوه على حقوقكم المادية والمعنوية بالدنيا وبالآخرة وحقوقكم بالجيرة والقربة؟ سامحوه. انتوا بكل طيبة خاطر ورضا بتقبلوا تسامحوه؟ سامحينه. الله يتقبل منكم حسن شهادتكم والمسامحة اللي قدمتوها بحق المرحوم. ادعوه الله يرحم فقيدنا وينال شفاعة حبيبنا محمد يا رب. هذا النقش يدوي ومميز كمان، بس لوحده ما إلها أي قيمة، ما بتكمل قيمتها إلا بالقطعة الثانية، وإلا ما بتسوى أي شيء. يا ريتك بتلاقي القطعة الثانية. ساعتها ما رح فكر بيعك ياها. عكلا بركي بلاقيها، وإذا ما لقيتها بخليها عند زوجي ذكرى. شكرا كتير، يعطيك العافية. مع السلامة يا خالو، شرفتي. جايين معنا خبر حلو. والله سمعينا. الأسهم ارتفعت بالبورصة وفي إقبال على الشراء. وشو كمان؟ ب 13 شباط شركات تجارية رح تفتتح البورصة، ونحن يلي رح نزق الجرس. هالحكي كتير حلو. بتحبوا نشرب قهوة؟ أنا بعتذر لأنه عندي اجتماع. أنا عندي شوية اتصالات وبعدها بيجي. تمام. شوفكم. شوفك. مؤيد. اوعى تزعل بعدنا. شو قصدك؟ انتبهت عليكم أنت وميتا. إذا حابب تستمر بالشركة وبالبيت مع بعدنا فانتبه لتصرفاتك. وإلا بتصحى بالشارع. الحمد لله على سلامتك. الله لطف. انت منيح؟ تفضل. استمع. كان ممكن تروح فيها لا سمح الله. الله ستر. انت رح موت؟ بدر ما زبطت معك. لك انت شو عم تقول؟ قصدي ما رح تخلص مني بسهولة. ليش لا اخلص منك؟ مفكر صدقت قصة فوتو مونتاج؟ انا رح ضل وراك لحتى تظهر الحقيقة كلها كاملة. ايه خلص بكفي بقى، شو عم تقول؟ حاجتك فزلك بقى. انت بتعرف اللي بدي اقوله، اوعك تنسى. بدر شو هاي الفوتو مونتاج؟ روح اسأل هالمجنون. معتوه. خلي المسؤول عن المصعد يجي لغرفتي فوراً.
واتصلوا بالشركة تبعه وحطوهم بالصورة. في ضيفة جاي لعند مؤيد بيك. سمرة جناي. هذا واحد مريض اكيد هيك. ما سمعتوا؟ ما سمعت كيف هددني؟ حلو والله. يعني واضح اذا ما وجع لي راسي ما راح يرتاح بنوب هاد. مؤيد بيك؟ نعم. عندك ضيفة بقسم الاستقبال. مين؟ سمرة جناي. لا روحي خليه يقلعوها فورا. ماشي يا بيك. هذا اللي كان ناقصني. انا كم مرة حكيت انه ما تفوتوها هي المرة لهون؟ لسه بتسألوني؟ الو لا تدخلوها، مو حابب يشوفها. تمام. مؤيد بيك مو بالشركة. بس سيارته برا. هلا هيك خبروني. كنت جاية مشان اعطيه شغلة كتير مهمة. طيب بشكرك كتير. سمرة. ممكن احكي معك؟